أيام معدودات استغلوها في كل لحظة، كل لحظة من الناس استغلوها. جهله وظاهر الأمر حرمان من النعم، ولو علمت مراد الله من عوض لقلت حمدا إلهي واسع الكرم. ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية يا رب، ورمضان كريم الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله يا ربي، وبالزيادة في الأجر وفي الحسنات وفي الثواب يا رب، ويجعلنا إن شاء الله ويقدرنا على صيام وقيام يا رب على أحسن وجه وأكمل صفة. اليوم إن شاء الله بحال ما وعدتكم قلت لكم غادي نجيب لكم قبل ما يبدا رمضان، كلنا محتاجين أننا نشوفوا الآداب ديال القرآن وآداب قراءة القرآن، لأنه هو القرآن مهم جدا في هذا الشهر، جزء من العبادة في هذا الشهر، جزء لا يتجزأ نهائيا. وإن شاء الله بحال ما وعدتكم بعض الآداب اللي إحنا غافلين عليها، بعض خاصة إحنا النساء، أنا ما كنتكلمش على العموم، خاصة النساء خاصة ربة البيوت، بعض الآداب في التعامل مع المصحف الكريم كان غفلوا عليها، ماشي ما كنعرفوهاش. تبارك الله النساء في جميع النساء المسلمات دابا عندهم دراية وعندهم، ولكن كان تغافلوا على بعض الآداب ديال القرآن كيفاش نتعاملوا معه. أول نقطة اللي هي إخلاص النية، إخلاص النية في التلاوة ديال القرآن، إخلاص النية معناته أنه أنا ناوية نقرأ القرآن من أجل العبادة لله سبحانه وتعالى، تقربا لله سبحانه وتعالى، ماشي باش يقولوا الناس راه فلانة كتقرأ القرآن، راه فلانة حافظة للقرآن، راه فلانة دارسة للقرآن، لا، خاصة تكون عندك النية ديال أنه ماشي باش يتكلموا عليك الناس، النية بأنه أنتي كتقرأيه للعبادة، كتقرأيه باش تقربي به من الله سبحانه وتعالى وتنالي به الأجر والثواب. نقطة ثانية اللي هي من آداب التلاوة ديال القرآن هي أننا ما نقعدوش نقرأ القرآن بدون نظافة، ضروري الوضوء، لا يمسه إلا طاهر، هذا حديث رواه الترمذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني، العفو، الحديث رواه الطبراني، لا يمسه إلا طاهر. القرآن يعني تكوني طاهرة عن وضوء. أنا كنتكلم يعني في بعض الناس كيجوزوا القراءة يعني بدون وضوء الأصغر، ولكن ضروري من الغسل من الحدث الأكبر والأصغر، يعني ضروري من الغسل، ضروري من الوضوء، ما نمسوش القرآن وحنا على غير طهارة، لازم نكونوا على طهارة. من أدب القرآن، من أدب التلاوة كذلك استقبال القبلة، استقبال القبلة لأننا غادي نحضروا واحد المحل، مكان نظيف، يعني نظيف يعني مكان مزيان، مكان يجوز فيه أننا كنصلوا فيه، ونحطوا المصحف ديالنا حنا كنقراو في داك المحل، هذاك ركن خاص في قراءة القرآن، ما يكونش المحل الموسخ ولا أي كان، ولا واحد قاعد في صالة الجلوس ولا في غرفة الأكل وكيصلي في المكان، لكن اختاروا واحد المكان معين، ما يكونش حداك صداع، ما يكونش حداك الوليدات كيلعبوا، اختاري واحد الوقيته ما يكونش فيها الصداع حداك، ما تكونش تلفزيون خدام، ما يكونش فيه واحد اخر انت كتقراي هنا القران وواحد اخر معلي الموسيقى كيتصنت الموسيقى، لا، هاد الحويجات هادي ما كيجوز معاها التلاوه ديال القران. التلاوه ديال القران كيبغي لها مكان فيه الهدوء، لانه مكان غادي تكوني بينك وبين الله سبحانه وتعالى، كانك ماسكه هذاك الكتاب وكتناجي ليه الله سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة للنقطة الثانية، النقطة اللي تليها نظافة البدن والثياب. مثلا احنا النساء كنضلوا كاين الله يهديهم بعض النساء كيكون الحوايج ديال المطبخ اللي هي كتطبخ بيهم، واللي مثلا لابسة هذيك المريولة ديال كاين اللي ما كتلبسهاش كاع، ديك المريولة ديال المطبخ
كتكون خدامة بيها، كيجي داك الوقيته ديال ما بين في الوقيته ديال الظهر، كتمشي كتصلي بهذوك الملابس وكتقرا الورد القران ديالها بيهم، ولا كاينين ماشي ما كاينينش، ولكن لا هذاك القران او الصلاه خاصنا نمشيو ليها بملابس نظيفه اللي تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، تليق بمقامه، تليق بهذاك تليق بالله سبحانه وتعالى. يعني ما يمكنش انت الا بغيتي تقابلي الضيوف ديالك، ولا بغيتي تقابلي تستقبلي بس ضيف عزيز عليك ولا صديقه، ولا كتمشي كتلبسي احسن حاجه، كتنظفي، كتعطري، كتزيني، المهم باش ديروا المكياج وهكا، لا المهم تكوني نظيفه، ثيابك تكون نظيفه، ما فيها بس نحط واحد الملابس خاصه للصلاه وخاصة لقراءة القرآن، نحطها في ركن الصلاة ديالي لأنا مخصصة للصلاة. ملي نسالي الشغل ديالي وبغيت نصلي ولا بغيت نقرأ القرآن، نغسل يدي مزيان، نمشي نتوضا، ما نبقاش فيا ريحة الثوم وريحة البصلة وريحة المطبخ، ونجي نمسك كتاب الله. يعني نقدروا هذيك القدسية ديال هذاك الكتاب اللي غادي نمسكو بين يدينا ديال المصحف الكريم. نقطة تانية هي السواك، ما فيها بس، هذه سنة مهجورة كثير من الناس اللي ما كيديروهاش. بالنسبة للنساء المسواك دائما يكون عندكم في البليصة فين كتصلوا، حتى هو يكون نظيف هكا، تحطيه في واحد الكيس خاص بي ولا في صناديق خاصة بي، وتحطيه جنبك ملي كتوضاي وتجي تبي تقراي القرآن، ما فيها بس دوزي على الفم ديالك بداك المسواك واحد شويه اللي كتمسكي هذاك القران وتبداي تقراي، لانه الرسول عليه الصلاه والسلام قال القران المعنى ديال الحديث، القران طرق افواهكم، العفو افواهكم طرق، افواهكم طرق الى الله، يعني بما المعنى حق ديال الحديث. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني، يعني راه حديث صحيح، يعني الفم لازم يكون فيه ريحة عطرة، ما يكونش الفم كيخرج روائح ما زويناش، وانت يلا ماكلة متغدية ولا واكلة شي حاجة بقى في الريحة ديالها في الفم ديالك، مثلا البصل، الثوم، لا ندوز المسواك تكون ريحة، ولا اللي ما كيتوفرش له المسواك ما فيه بس تحك سنيناتها، تحك سنيناتها وتغسل فمها بالمحلول ديال السينيال ولا ديال الكولغات ولا اي معجون اسنان، دوزي على السنينات ديالك ولا محلول هكا تشدي بيه فمك اللي كتجي تشدي هذا القرآن، تمسكي المصحف ديالك. نقطة واحدة أخرى تاني من الأدب ديال القرآن، اللي هي من نجي نبغي نقرا القران خاصني نستعد بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، وهذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذه تكون بالدال المعجمه، خاصه نتكلم مع الاخوات اللي هما ما شاء الله كلها، احنا هذه الاجيال كلها ما شاء الله قاريه، ما كاينش فيها شي واحد امي، القليل من امهاتنا اللي باقين ما كيعرفوش راهم عذورين، ولكن احنا مش معذورين لان احنا قرينا وحنا كنعرفوا نقراو، ما معذورينش في هذه المساله هذه. دائما الاستعاذه تكون بالذال المعجمه، لان الذال المعجمه تتفرق على الدال العاديه، الدال بدون نقطه، الدال بدون نقطه غادا تعني تعطيك معنى، والدال بالنقطه تعطيك معنى ثاني. يعني نردوا البال لهذه المساله هذه. و اش بغيت نقول لكم، سمحوا لي بزاف لانه هذا لقيته ملي كيبدا ثاني كيتبدل الجو، كتبدا الحساسيه كتشد فيا، داكشي باش كتشوفوا من النفس ديالي شويه ماشي هو هذاك. المهم يعني نردوا البال لهذه النقطه هذه ديال الاستعاذه، نحاول نضبطوها، نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودائما هذه الاستعاذه تكون دائما عندكم في الحياة ديالكم، ماشي غير ملي كنبغي نقرا القرآن،
تعودوا تقولوها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كل في النهار وفي الليل، كل ما تبادر على كل ما يجي على بالكم أنكم تستعذوا من الشيطان. نقطة من كذلك من أدب تلاوة القرآن هو التتاؤب. ملي كيجيك التتاؤب وسبحان الله، راه ملي كنشدو الكتاب المصحف الكريم وكنبغيو نقراو فيه كيتسلط علينا الشيطان، والتتاؤب من الشيطان. التتاؤب هو التفواه، حنا عندنا في المغرب كنقولو التفواه. الواحد يلاه كي كتشد القرآن ولا كتبداي كتصلي وكتبداي كي كتتائب تحل فمك، هذاك الفتحة ديال الفم سبحان الله العظيم، الشيطان أعوذ بالله منه كتعجبو، كيضحك ضحكة خبيثة جدا يعني، خاصة ملي كنحلو في الفم ديالنا، في هذيك الفتحة ديال الفم دائما حطوا يدكم على الفم ديالكم، لأنه يدخل في الجوف، يدخل في الجوف الشيطان، يدخل الجوف ديالنا. وكاين حديث صحيح، أنا نخلي لكم مكتوب فوق الشاشة، كاين حديث صحيح عن هذه المسألة. نردوا البال منها، ولما نتائب في القرآن نوقف القراءة، لما كيجي هذاك التتاؤب نوقف القراءة لحتى نتائب، لحتى تخلصي من هذاك التتاؤب، المهم يدك على فمك وتعوذي من الشيطان وترجعي تكملي القراءة، ترجعي تكملي القراءة. وكذلك في الصلاة، في الصلاة ملي كنكونو كنصلو مثلا كيجي هذاك التتاؤب أو التفويت في الوقت فاش كنصلو، وقفي القراءة. إذا كنتي كتقراي في الفاتحة ولا تقراي في السورة اللي بعد الفاتحة وقفي القراءة، إذا كنتي كديري التشهد وقفي التشهد لحتى تكملي التفوه، ما تكونيش كتفوهي تقولي ها أعوذ بالله من الشيطان، لا، أو لا كتقولي الحمد لله وحل فمك، لا، خاصك توقفي عن القراءة لحتى تكملي. من آداب كذلك ومن آداب ديال القرآن هو تقطيع القراءة، نوقفوا عند كل آية، كاين العلامات ديال الآية، نوقفوا عند كل آية، نضبطوا الوقف، نضبطوا علامات الوقف اللي كتكون عندنا في المصحف، نضبطوها مزيان، نوقفوا عند الوقف. كاين مجموعة من الوقف، كاين الوقف اللي كتلقايه مكتوب عليه صادق، وكاين الوقف اللي كيكون مع الهجين، وكاين الوقف اللي كيكون في الرقم الآية نفسها. هذوك الوقوفات اللي كتكون في القرآن نحاول ما أمكن نضبطوها، وكتلقاو لا، انتبهوا ليها مزيان، هاد لا اللي كتكون مكتوبة في فوق واحد ما بين جملتين مثلا، هذيك لا، هذيك ممنوع فيها الوقف نهائيا، ما توقفيش فيها نهائيا، ممنوع فيها، كتستمر في القراءة. المهم نحاول ما أمكن، دابا الحمد لله تشوفوا اليوتيوب مدرسة، لمن لا مدرسة له، مدرسة، ولكن نختار دائما، نختار الحاجة اللي غادي نصنتو ليها، اللي غادي نسمعو ليها، راه ماشي أي واحد ممكن أننا نسمعو ليه في اليوتيوب، لأن كل من هب ودب دابا ولا كي يفتي ويعطي علم، وكاينين الناس اللي صاروا دخيلين على العلوم الشرعية وتفهموا وتحاولوا انهم تدخلوا لنا مفاهيم جديده اللي حنايا اللي هي ضد الشريعه الاسلاميه. فمنين نبغوا نتعلموا من الناس اللي هما ثقات، من علماء وشيوخ ثقات ومعروفين بالنزاهه ومعروفين بالصدق في النقل. هذه يعني علاش ذكرت لكم هذه النقطة، باش قلت لكم أنها مدرسة لكم تعلموا قواعد تجويد القرآن، قواعد تجويد مهمة مهمة جدا باش نضبطوا بها القراءة، التلاوة ديالنا تكون التلاوة ديالنا محسنة. كاينة نقطة واحدة أخرى تاني من آداب القرآن، ملي كيكون عندنا مصحف، عندنا مصحف بكل مصحف والقراءة ديالو، كاين عندنا حنا اللي مشهور دابا حنايا عندنا في المشرق، هو اللي مشهور في المغرب، اللي في المشرق في المغرب هي القراءة ورش،
ورش وعندنا قراءة حفص. بالنسبة لي أنا مثلا هنا عندي المصحف ديال حفص، ولكن لما كنت في المغرب كنت كنقرا بورش وحافظة بعض الصور أو الأجزاء حافظها بورش. فأنا ملي غادي نمسك المصحف ديال حفص خاصني نقرا الحرف اللي مكتوب فيه، نقرا بنفس القراءة اللي عندي في المصحف، مانيش أنا قاعدة كنقرا في المصحف ديال حفص وكنسقط لي قراءة ورش. فهمتوني؟ يعني مثلا البنات اللي في المغرب إذا عندكم المصاحف برواية ورش قراو برواية ورش، وحاولوا ما أمكن تنساو عليكم حفص. ما يكونش عندك، إذا كان عندك المصحف بحفص قري بحفص، كان عندك المصحف برواية ورش قري برواية ورش، كان عندك المصحف برواية قارون قري برواية قارون. يعني كل مصحف وعنده الرواية ديالو. علاش؟ باش ما يوقعش خلط، وما يوقعش انك انت هي مرة كتقري بحفص مرة كتقري في ورش في نفس الكتاب اللي هو على رواية ورش او رواية حفص. فهمتوني؟ يعني ما تخلطش المفاهيم، لانه المعاني ديال القرآن حساسة جدا، وملي كنغيروا فيها كناخدوا الإثم. ملي غيرنا شي حرف ولا غيرنا واخا غير في الكسرة، وما بين الكسر والفتح كيتغير المعنى. فلذلك بنحاول ما امكن ما نرتكبوش هاد كل الاخطاء الجليه. الاخطاء الجليه هي الاخطاء اللي باينه واضحه. مثلا في الورش كنقولوا الارض الارض، ولكن في حفص كنقولوا الارض، عليها الهمزه. اذا كانت مكتوبه الهمزه قري الهمزه، كانت ما مكتوبهش الهمزه تقري الهمزه. المهم اللي كتشوفه عينك كتقراي، اللي ما كتشوفوش عينك ما تقرايش. هذا هو اللي بغيت نقول لكم باش ما نطيحوش في هذه الاخطاء اللي كتكون اخطاء جليه. اما الاخطاء الخفيه، راهي اخطاء خفيه خصنا ندرسو باش نلقاوها في قراءتنا، ولكن الاخطاء الجليه كتكون واضحه وباينه. من نحاول ما امكن ما نغلطوش، نحاول ما امكن ملي كتحس راسك غلطت واحد الكلمه عوديها عوديها وشوفي. قري في المصحف انت كتشوفي فيه التلاوة، انت ما كنتيش حافظة مثلا، ما لكش مع الحافظات، فقط كتقري القرآن. خاصك كتقري القرآن وانت كتلي داك القرآن كتشوفي فيه. من آداب القرآن كذلك، من آداب التلاوة، هو الترتيب. الترتيب يعني نحسن الصوت ديالي، كل ما حسنتي الصوت ديالك في قراءة القرآن أو في تلاوة القرآن كتحسي بالخشوع، كتخشعي أكثر. ماشي القرآن نشدوه نقراو قراءة الجرائد أو قراءة كتاب عادي وصافي. لا، القرآن له قواعد، لازم بالتأني، ما نسرعش، ما يكونش بسرعة، يعني بغيت غير أنت نكمل وصافي. يعني كتحسي كأنك جاية كأنك مجبرة، كأنك مجبرة تقرأ القرآن. لا، ماشي بالإجبار، لا، كنقرأ بتأني وناخذ وقتي في القراءة. إلا غلطت واحد الكلمة نعاودها، إلا ما فهمت واحد المعنى نبقى نركز فيه تنفهمه. كنجيو للنقطة الثانية وهي التدبر، تدبر معاني القرآن. نحط حدانا واحد التفسير الميسر، تفسير ميسر، لكن واحد الكتب صغيرة كتاب صغير كيكون فيه تفسير تفسير ميسر، أو أشري واحد المصحف كيكون في الجنب ديالو، كيكون في الهامش، في هامش المصحف كيكون فيه شرح المفردات. وانت كتقراي الا ما فهمتيش واحد المعنى ديال واحد الايه، بالعكس وقفي وطلعي هذاك التفسير الميسر وقلبي على معنى الايه، لانك كل ما فهمتي معنى الايه كل ما تخشيتي اكثر في التلاوه. ماشي نكمل وصافي انا ما فاهمش وانا بغيت نتخلص من القرايه، لانه كاين بعض الاخوات يعني كتحس انها بقات تختم مسابقه مع راسها، مسابقه مع راسها، بتختم ثلاثة الختمات ولا أربعة الختمات في رمضان مسابقة وديرها تحدي مع الأخوات، ولا كيديرو في الجروبات دابا في الواتساب وفي التليجرام وفي كنديرو جروبات كيقولك لا خاصني نختم، أنا نفوت هاديك نفوت هاديك، وكيبقى بحال مسابقة. بالعكس، لا، أنا ما كنحبش هاد الطريقة هادي. أنا كل ما قريتي بتأني وتدبر أحسن من أنك تقراي بسرعة وأنتي ما فاهمة والو. خاصكي تفهمي هداك الشي اللي كتقراي، ماشي غير بغيت نقرا نكمل هذا الكتاب وصافي نتخلص منه، ولا نبين للاخرين انني ختمت اربعه المرات باش يقولوا عليا الناس والله الا ختمت اربعه المرات ولا ختمت خمسه المرات. فهمتوني؟ هذه نقطه اللي قدرت
اللي عندها التمكن حافظة ما شاء الله، في كاينين بنات حافظين القرآن تقدر أنها بتأني تختم 4 مرات أو 3 مرات في رمضان، يعني هي حافظة لكتاب الله. ولكن وحدة يلاه مسكينة مدابزة غير مع راسها، يلاه مدابزة غير يلاه تقرا لنا غير واحد الصفحة في النهار. لما يقولي ليها ختمي وخداتها تحدي اول مره غدا تشد او اول رمضان ليها انها تنضبط وتشد القران، تقولي ليها انت ختمي 4 مرات، راه ما غاديش تقدر، راه غادي تقرا كانها كتصوب، كانها كتقطع في القزبر المعلوس، خاصها تكمل دغيا بحال شي جبل وكاع في ظهرها. المهم العباده راه ماشي جبل، العباده خصها تمشي لها بحب. شحال من وحده كتناقش مع الاخوات تقول لي خاصني نوض نصلي حس بحال جبل فوق راسي، الا ما صلي باقا ما صليتش العصر ولا باقا ما صليتش الظهر نحس بيه ثقل عليا. العباده ما عمرها كتكون ثقل علينا، خاصنا نمشو وحده بحب، بحال واحد بحال الا بغيتي تلاقي بواحد الشيء راك تلاقي بالله سبحانه وتعالى وعظمته، تخيلي العظمه ديال الله سبحانه وتعالى وانت تبغى بحب طريقك للجنه، هذه الصلاة، قراءة القرآن، الصيام، العبادة، الاستغفار، الأذكار، كلها هذه هي طريقنا باش نرجعوا للجنة. احنا ماشي الدنيا ماشي ديالتنا، الدنيا ماشي ديالتنا، احنا أبونا آدم وأمنا حواء غلطوا وهذا عقاب لينا، احنا ماشي كندوز واحد العقوبة في الدنيا، الدنيا هي طريق فقط باش نرجعوا للجنة. يعني خصنا نديرو باش نرجعوا للجنة، نعملوا باش نرجعوا للجنة، نرجعوا لبيتنا الأصلي، لبيتنا اللي كينتظرنا. يعني حطوها في بالكم، حطوها، قولوا أنا بغيت نرجع لبيتي الأصلي، بغيت نرجع لبيتي اللي الله سبحانه وتعالى خلقني فيه واللي الله سبحانه وتعالى وعدني به أنني نرجع ليه. اعتبروا ان الدنيا هذه مرحله قصيره جدا جدا جدا، مرحله قصيره كانك دخلتي من هذا الباب وطلعتي من هذا الباب، راه ما غاديش واخا تعيشي فيها حتى 80 عام، واخا تعيشي وتعيشي حتى 1000 عام في الدنيا، عطاك الله يمد لك في العمر 1000 عام، راه كانها ساعات، كانها ساعات كانك ما عشتيش فيه. يقول لك اعمل لاخرتك كانك اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، أو اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني مهما كان ما نسوش حقنا من الدنيا، ولكن الدنيا معبر للآخرة، معبر للآخرة، نعتبره واحد الطريق حنا ماشيين معاه بحال واحد الجسر، جسر من شنو نقول لكم، جسر ما عرفتش نربط لكم الاحياء ولا المدن ولا بحال جسر الجسر الملك فهد، اتوقع بحال جسر ما بين السعوديه والبحرين، بحال هكاك، هذيك هي المسافه غادي نخرجوا من الدنيا ونخرجوا للاخر، واحد المسافه قليله جدا. اخر نقطه هي الحضور الخشوع، يعني ماشي هي آخر، كاينين آداب القرآن كتيرة ما شاء الله، بحر وبحت و بزاف تاع الحوايج، أنا حتى أنا راني بحالي بحالكم، راه ماشي نقول لكم أنا ضليع في الدين وهادشي راني كنت كنطبقو من شحال هادي وسنوات، لا أنا حتى أنا بحالي بحالكم، اللي تعلمتها بغيت نعلمها ليكم. كيقول لك الساكت اللي كيتعرف واحد العلم وسكت عليه كيتلجم غدا يوم القيامه بلجام من النار، فانا عرفت واحد الحاجه وبغيت نعلمها لكم، فهادشي اللي قلت، يعني مانيش يعني نقول لكم انا راني كل كاين اداب كثيره، كاينه كثير وان شاء الله كل شويه كل مره نتكلموا في شويه منها. اكثر حاجه هي حضور القلب، دائما قلبك حاضر معاك، كيف قلت لكم حضري قلبك، حضري جوارحك كلها وانتي كتعبدي الله سبحانه وتعالى، واعتبري ان تلاوة القرآن هي عبادة لله سبحانه وتعالى، وانك وهذا القرآن هذا راه هو شفيع لنا، شفيع لنا عند الله سبحانه وتعالى، كل حرف ماشي غير ماشي الله، في حديث كيقول الرسول عليه الصلاة والسلام كيقول بأنه ألف لام ميم
هذه ألف حرف ومي ولام حرف وميم حرف، وعندك على كل حرف عندك عليه أجر. يعني حسبي كم من الحروف في القرآن، كم حرف في القرآن. هذا كل المصحف هذا كيوقف شفيع لله سبحانه وتعالى. كتوقف في سورة البقرة، كتوقف لك سورة آل عمران، توقف لك سورة الأنعام، توقف لك سورة النساء، المائدة، هذو كلهم تيوقفوا وتيكونوا شفعاء لك عند الله سبحانه وتعالى، ويشدوا عليك أنك كنتي كتقرايهم بحضور وبإيمان، ماشي غير كندوز عليهم وصافي، لا، بحضور القلب ديالك. انا اسفه بزاف، علاش؟ لانه وانا كنسجل لكم غير عيانه شويه. عندي قلت لكم في نص الفيديو انه عندي ضيق ديال التنفس، ف بعض الاحيان كنلقى راسي كنوقف بزاف، وانا كنتظر بزاف على هذا الطريقه اليوم في هذا الفيديو. سمحوا لي بزاف، وعذروني، ودعاءكم ليا ودعاءكم ليا بالشفاء. على ود دائما في هذه المراحل في شهر 3 وشهر 4 ملي كيكون طلع الربيع والازهر، وقت الطلع كيسبب لي حساسيه، فكيضيق عندي التنفس شويه. ان شاء الله نتلاقاكم على خير في فيديو جديد، وان شاء الله يكون صيامنا مقبول. وكنقول لكم مبروك علينا هذا الشهر الكريم، وجهزوا نفسكم للعباده. حاولوا البنات، والله الا حاولوا البنات انكم تستغلوا كل دقيقه في هذا رمضان هذا، حاولوا تستغلوا كل دقيقه وكل ثانيه في عباده الله سبحانه وتعالى. اخرجوا شويه من الكوزينه، والله العظيم راه ما غاديش تهرب، راه ما غاديش يهرب عليكم الشقه، ما غاديش يهرب عليكم الكوزينه، ما يهربش عليكم الطبخ، ما غاديش يهربوا السهرات، ما غاديش يهربوا المسلسلات، حتى حاجه ما غادي تقعد، راه غتلقاوها طول العام طول العام. ولكن هذا الشهر راه غير شهر، راه ايام معدودات، استغلوها في كل لحظه، كل لحظه من استغلوها، لان الله سبحانه يقول لك هذا رمضان، هذا رمضان سبحان الله، اللي هداه الله هداه، اللي غادي يهديه ويتوب عليه الله غيتوب عليه في هذا رمضان. راه شحال من واحد وشحال من بنت وشحال من اخت كانت في غفله، ومنك يجي رمضان سبحان الله كتهدى وكتستمر في الهدايه، لانه واحد الشهر سبحان الله عنده قدسيه، وفيه الشهر هو اللي فيه تنزل فيه القران، وهو اللي فيه بزاف تاع الحوايج في هذا الشهر، في هذا الشهر الكريم بزاف ديال العباد. كانوا الصحابه راه كيجهزوا لي، كيجهزوا لهذا الشهر قبل، كيجهزوا لي دعواتهم، كيجهزوا لي، كيحضروا لي نفوسهم، يحضروا لي قلوبهم بست شهور سبع شهور قبل، من نص السنه هما كيتحضروا رمضان وكيقولوا اللهم بلغنا رمضان. ليه واحد القدسية، حاولوا والله العظيم، حاولوا البنات، حاولوا ما أمكن، لأنها فرصة في السنة مرة واحدة، ما كتكررش في السنة، إلا كتجي مرة واحدة وكتمشي، وكنتظروها بأحر من الجمر للسنة القادمة. كنقول يا ربي تمد لنا في عمرنا باش نعاودو نصوم رمضان واحد آخر، ونجددو العبادة ديالنا، ونجددو تعلقنا بالله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر لي ولكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو القادم.